خليني هاخدكم لقصة تانية. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أعلنوا دعمهم للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. هذه المبادرة هدفها طبعا الاستثمار البشري وترسيخ الهوية المصرية، ده من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية وتغطي كل المحافظات. الدكتور أحمد الطيب في كلمة له أشاد بالمبادرة أعلن مشاركة الأزهر الشريف في هذه المبادرة، ده من خلال قطاعاته المختلفة، وانطلاقا من واجبه الديني والمجتمعي ودوره الوطني في النهوض بالإطار الأخلاقي للمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة وبعد. فيسر الأزهر الشريف أن يرحب بالمبادرة الكريمة التي أطلقت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة، وتيسيرها للمواطنين لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتجددة، وذلك لاستعادة منظومة القيم والأخلاق المصرية الأصيلة التي تليق بتاريخ هذا الشعب ودينه وحضارته. كما يسر الأزهر الشريف أن يعلن عن مشاركته في هذه المبادرة المهمة من خلال قطاعاته المختلفة وإداراته المنتشرة على مستوى الجمهورية، انطلاقا من واجبه الديني والمجتمعي ودوره الوطني في النهوض بالإطار الأخلاقي للمجتمع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض فيها أبناؤنا وشبابنا لغزو ثقافي مسموم وغير مسبوق يستهدف القضاء على هويتهم ويستهدف انحرافهم عن منابع قوتهم وفصلهم بالكلية عن ماضيهم وتاريخهم وحضاراتهم. وحسنا فعل سيادة الرئيس حين ربط هذه المبادرة باستراتيجية تعليم وثقافة وطنية تستهدف تعزيز الهوية وإيقاظ الحس الوطني وتعميق الاعتزاز بالوطن والدين واللغة، ومن خلال مناهج تعليمية ومحتوى ثقافي وإعلامي قادر على مخاطبة الشباب بلغة تناسب تطلعاتهم ونظرتهم إلى المستقبل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تحقق هذه المبادرة أهدافها، وأن يوفق القائمين عليها لما فيه صلاح البلاد والعباد. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية. زي ما قلت لحضراتكم كمان البابا تواضروس الثاني رحب بهذه المبادرة، خلونا نستمع إلى هذا الجزء. مبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة، إنها حقا بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ولبناء الإنسان في كافة المجالات. هذه المبادرة مبادرة يستحقها المجتمع المصري، وهي مبادرة بالحقيقة من أجل خير وتحقيق رؤية مصر في عام 2030. هذه المبادرة تهدف إلى بناء مجتمع متقدم ومتكامل ويحوي كل المجالات: الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، فرص العمل المتنوعة، التكنولوجيا. وأيضا هذه المبادرة موجهة إلى الأطفال من خلال برامج متنوعة لهم، وأيضا موجهة إلى كبار السن متقدمين في مراحل مختلفة
الشباب والرجال والنساء، بحيث تشمل كل أطياف المجتمع المصري. هذه البرامج تعتبر خطوة جيدة في المشروع القومي للتنمية البشرية لبناء قدرات الإنسان المصري. ويقولون دائما أن البداية هي نصف العمل، ولذلك هي بداية جديدة وهي خطوة جادة من أجل بناء المجتمع المصري على مدار الأيام والسنين. ولذلك فنحن ندعو دائما فلنبدأ بدءا حسنا، وهذه البداية الحسنة تشمل كافة أنواع التطوير والإبداع والتجديد، وكل هذه يمكن أن تساهم في بناء الإنسان المصري. الحقيقة المبادرة هي لازمة وضرورية وحيوية لبناء المجتمع المصري، نحتاجها بشدة في كافة المجالات. وأود أن أحيي كل الوزارات المعنية التي تشترك في إقامة هذه المبادرة وفي تنفيذها وتطبيقها على الأرض، وأحيي كل الجهود المبذولة في هذا المجال. أتمنى من الحكومة المصرية بكافة الجهات وبكافة الوزارات التعاون والتنسيق الكامل من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة المتسعة جدا في أهدافها. أتمنى الخير، وأتمنى أن عبر الشهور والأوقات القادمة يكون النجاح حليف هذه المبادرة وتظهر ثمارها في فصول الدراسة. يقولون أن ليست الثروة الحقيقية في بطون الأرض، الثروة الحقيقية هي في فصول الدراسة. فرأس المال البشري عندنا في مصر، وبالذات أن احنا دولة شبابية، هو أهم غنى عندنا في مصر. البداية الجديدة مفرحة، والبداية الجديدة مثمرة، والبداية الجديدة مشجعة. وأتمنى لكل القائمين على هذه المبادرة الاجتهاد والأمانة والإخلاص لكي ما تأتي بثمار تعم كل مجتمعاتنا المصرية بكل الأعمار في كل المجالات في كل المحافظات، بحيث تكون بصورة نهضة ويقظة في المجتمع المصري، بداية جديدة لبناء الإنسان المصري. شكرا لكم. بداية، مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.